طيب نبدأ مع بعض ترند المونديال واللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة على أحداث كأس العالم والبطولة السنة دي ممتعة وساخنة في جميع التفاصيل. نبدأ مع بعض وفي الجول. في الجول اهتم بفيديو مهم جدا ظهر على السوشيال ميديا لصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني واللي اعتدى بالضرب على اليوتيوبر الجزائري سعيد مأموني بعد أن سأله الأخير هل قمتم برشوة بكاري جسامة في مباراة الجزائر؟ يمكن مأموني ظهر في فيديو لاحق من مركز الشرطة وأعلن عن تقدمه ببلاغ ضد إيتو في الأحداث التي وقعت عقب مباراة البرازيل وكوريا. كواليس الموضوع إيه بالظبط؟ بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية يمكن خرج صامويل إيتو من ملعب 974 وكان بيلتقط بعض الصور التذكارية مع الجماهير اللي كانت موجودة أمام الملعب. قيس فجأة لقى حد بيصوره بكاميرا فيديو وبيكلمه على بكاري جسامة ومباراة الجزائر والكاميرون الشهيرة اللي كانت في تصفيات كأس العالم وتأهلت من خلالها الكاميرون إلى مونديال الدوحة، واللقطات التحكيمية المثيرة للجدل اللي كان بسببها موجود الحكم الجنبي بكاري جسامة. يمكن في كل الأحداث اللي فيها الكاميرون بيظهر دايما يمكن رواد أو مستخدمي السوشيال ميديا واليوتيوبرز في الجزائر وبيحتكوا سواء بسونجا أو بصامويل إيتو وتكلموا عن هذه الجزئية. إيتو ما تمالكش نفسه في هذه المرة، يمكن في على هامش القرعة حصلت نفس الأزمة، لكن المرة دي يمكن الموضوع احتدم أكتر وشفنا في الفيديو يمكن إيتو اعتدى على اليوتيوبر الجزائري وحصل احتكاكات، وحسب الأخبار اللي جاية من الدوحة إن اليوتيوبرز الجزائري سعيد مأموني قدم بلاغ في مركز الشرطة ضد صامويل إيتو. هنشوف الفترة الجاية الحدث ده ممكن يسفر عن إيه بخصوص مستقبل إيتو في الكورة العالمية. نروح كمان لحساب يلا كورة، وفي تصريح مهم جدا لروي كين النجم الايرلندي واللي اتكلم فيها على احتفالات منتخب البرازيل بالرأس. قال لا اصدق ما ارى، انا لو احب هذا اعتقد انه عدم احترام الخصم، 4 اهداف وهم يقررون نفس الامر في كل مرة، حتى مدربهم رأس معهم، لم يعجبني ذلك. يمكن ده تصريح مهم جدا من روي كين نجم ايرلندا تعليقا على رأس السامبا في مباراة كوريا مع كل هدف، وحتى مشاركة تيتي نجم أو مدرب البرازيل معهم في هذا الموقف. طب تعال نشوف تيتي مدرب البرازيل رد عليه وقال إيه. نقلا عن يلا كورة تصريحات لتيتي مدرب البرازيل رد فيها وقال رأس اللاعبين ما هو إلا إظهار للفرحة بالهدف والسعادة بالأداء، لا يوجد تفسير آخر، لم يكن هناك أي إهانة للخصم، لاعبين صغار في السن وأحاول التكيف مع لغتهم وجزء من لغتهم هو الرقص. بصراحة أنا أتفق مع تصريحات تيتي مدرب البرازيل ومستغرب من تصريحات النجم الأيرلندي روي كين. أنت بتجيب جون في كأس العالم، حاجة يعني مهمة جدا وكبيرة جدا، وبتلعب في مباراة فاصلة ومؤهلة، أكيد مع كل هدف لازم ترقص وتحتفل، ومشاركة المدرب مع اللعيبة ده شيء مهم جدا لوجود الانسجام والتفاهم ما بين المدرب واللعيبة، في ظل أن تيتي مدرب كبير في السن فبيحاول يقرب أكتر من سن لعيبة البرازيل. طيب كورة 11 وتصريح لفرينك دي يونج نجم منتخب هولندا واللي قال ايقاف ميسي، طبعا كلنا عارفين الماتش الجاي الارجنتين وهولندا، ايقاف ميسي انا اعرفه لكني لا اعرف كيف اوقفه، لقد كان يصنع الفارق منذ 15 عاما وليس هناك طريقه واحده لمنعه. يعني هنشوف مباراه الارجنتين وهولندا، ودايما كده في صراع ما بين الارجنتين وهولندا في كاس العالم سواء في 98 في 2014 مره الارجنتين تكسب مره هولندا تكسب، هنشوف مباراة دور ربع النهائي اللي جاية مين هيكون ليه الغلبة، والطريق كده رايح بينا لمباراة لاتينية في السيمي فاينال ما بين البرازيل والأرجنتين لو البرازيل تخطت كرواتيا والأرجنتين تخطت هولندا. طيب في الجول نقل تصريحات ل ديموريفز وقال فيها إقصاء ميسي سيضع العالم أجمع في حداد، نحن نلعب من أجل 16 مليون هولندي. ديزل دوميفرز لاعب هولندا قال توابع إقصاء ليونيل ميسي هتبقى على العالم بل غايته الأكبر هي إسعاد الشعب الهولندي. يعني ممكن تأثير غياب ميسي هيأثر على العالم لكن هيسعد بالتأكيد الشعب الهولندي. أما إذا كان يدرك أنه عندما يقصي ميسي فإنه لا يضع الأرجنتين فقط في حداد، قال لا ده بالعكس، إقصاء ميسي مش هيضع الأرجنتين بس في حداد، ده هيضع العالم كله في حداد، لكن في نفس الوقت في 16 مليون هولندي هيكونوا سعداء بخروج الأرجنتين وإقصاء ميسي من الدور ربع النهائي. طيب حساب اليوم السابع وكلنا عارفين الأزمة الصحية اللي بيتعرض لها النجم البرازيلي والأسطورة بيليه، لكن هنا حساب اليوم السابع على الفيسبوك اللي قال أحفاد الأسطورة بيليه سيموت بعد فوز البرازيل بكأس العالم.
يمكن نفت عائله بيليه اسطوره الكره البرازيليه مجددا ما تردد بانه بات قريبا من مفارقه الحياه بعد تقارير تحدثت عن عدم استجابته للعلاج الكيميائي في مستشفى بمدينه ساو باولو. وحفيده بيليه قالت ان جدها سيموت يوما ما، ولكن بعد ان يفوز البرازيل بكاس العالم السادسه في تاريخه. طبعا بيليه مريض وحالته صعبه، لكن الحمد لله حتى هذه اللحظه هو على قيد الحياه.